المستندات واللي قدمتها الأمانة العامة لمجلس النواب إلى أعضاء البرلمان لمساعدتهم في مناقشة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير اللي تم توقيعها بين مصر والسعودية، بأنه تلك الاتفاقية استغرق إعدادها أكثر من 6 سنوات. مرت فيها الاتفاقية بمراحل إبرام المعاهدات اللي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات لعام 1969. تم التفاوض حولها خلال 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية ما بين مصر والسعودية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. أعدت الأمانة العامة لمجلس النواب حافظة مستندات سلمتها إلى الأعضاء لتساعدهم في مناقشة أزمة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية. الحافظة شملت ورقة عمل استرشادية حول دور مجلس النواب في تناول قضية تيران وصنافير ومجموعة من الوثائق والقوانين والاتفاقيات التي تخص الجزيرتين، أعدتها مكتبة المجلس، ونسخة من كتاب محيط الشرائع للدكتور أنطوان صفير بيك الذي يشمل كل الاتفاقيات والقوانين واللوائح وأحكام القضاء والمعاهدات الدولية المعمول بها في مصر في الفترة من عام 1856 إلى عام 1956. الورقة الاسترشادية قالت أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في إبريل عام 2016 استغرق إعدادها 6 سنوات، واعتمدت لجنة ترسيم الحدود في قرارها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي اخترت الأمم المتحدة به في 2 مايو عام 1990. الورقة ذكرت أيضا أن الوثائق التي يستند إليها المؤيدون لملكية مصر للجزيرتين تشمل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية عام 1906، ورفض مصر لطلب الملك عبد العزيز آل سعود بالجزيرتين عام 1950، والرد الصادر من وزارة الخارجية إلى وزارة الحربية حينها. في المقابل سردت الورقة أيضا الأسانيد التي يسوقها المؤيدون لملكية السعودية للجزيرتين، والتي تشمل رسالة بين الملك خالد بن عبد العزيز والرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري تتضمن رجاء للرئيس محمد حسني مبارك بعد إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي المصرية وتبقى المسألة عربية بين مصر والمملكة. في النهاية فإن الدستور المصري في مادته 51 بعد 100 يعطي الحق لرئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات، لكن لا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة مجلس النواب وأن تتم دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. يعني اتفاقية تعيين الحدود البحرية ما بين تيران ما بيننا احنا والسعودية، واللي بشأنها من المفترض انه تذهب تيران وصنافير للسعودية، لازالت قيد النقاش من قبل مجلس النواب. زي ما قلنا في التقرير، الدستور المصري بيعطي حق للرئيس الجمهورية بانه يبرم الاتفاقيات، ولكن لا تنفذ الا بعد اقرارها من قبل مجلس النواب. احنا معنا دكتور